أود أوضح أن المعركة في اليمن هي ما بين اليمنيين والإيرانيين، هي ما بين العرب وإيران. إيران حاولت في حربها مع العراق 8 سنوات للدخول إلى الجزيرة العربية، واليوم تأتي إيران من خلال اليمن للدخول إلى الجزيرة العربية. الهدف الإيراني هو التوسع الإمبراطورية الفارسية في الجزيرة العربية والسيطرة على باب المندب وعلى الإخوان في الخليج، الإدراك هذه الحقيقة على أنهم هم المستهدفين بدرجة أساسية من التواجد الإيراني في اليمن، وسيطرتهم على أي جزء من أجزاء اليمن معنى أنه يريدوا الوصول إلى باب المندب، والذي سيسبب إشكالية كبيرة لهم عسكرية وأمنية واقتصادية في البحر العربي والبحر الأحمر. نعم. فيما تحدث يا أخي العزيز عن سؤالك، بالتأكيد على أن الضربات الأخيرة التي تمت في مطار صنعاء وفي عدد من المناطق، وآخرها ما تم نشره على أنه استهدف الورش الخاصة بالمسيرات، بل مؤكد على أنها ستحد كثيرا جدا من عملية إطلاق الطائرات المسير، بخلاف على أنه الآن هناك كوادر يمنية في حراس الجمهورية أصبحوا عندهم قدرة عالية جدا للتعامل معها، وأصبحوا ربما خلال فترة بسيطة أنه من خلال ما نشاهد أو نقرأ أو نتابع على أنهم سيحيدوا هذا السلاح من المعركة.